حياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سيلفي انجلترا شبه الاسبوعيه اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، وعشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. اكيد جميعكم سمعوا عن صدمه توتنهام مع دينامو زاغرب، الصدمه اللي خلت الجميع يتوقف ويقول شو صار مع مورينيو. مورينيو اللي كثير ناس حبوه وشجعوا اي فريق دربه، ومنهم انا شخصيا، يعني سنوات طويلة وأنا معاه من يوم إنجازه مع بورتو وأنا أروح معاه بأي فريق، يعني حتى لما درب الإنتر وأنا بشجع اليوفي كان شوي نفس الإنتر ينجح في أوروبا، لأنه مورينيو ما عاد هذا الشخص الجذاب. مورينيو لو صارت الناس تطلع وتقول لك ماك بوك ويندوز وآيفون ويسبوه بالقديم والجديد ويعملوه كأنه جاي من العصر الحجري. شو قصته بالضبط؟ حنحكي بالتفاصيل، بس أثناء مشاهدتكم هذا الفيديو إذا أعجبكم تتركوا لايك، وإذا ما أعجبكم كمان تتركوا لايك لأني صاحبكم. شو صار مع مورينيو؟ قصة انه مورينيو قديم جديد هذه غير دقيقة. في الماضي انا ممكن استوعب هذا الكلام قبل ما مورينيو يغير جزء كبير من فريقه الفني المساعد في توتنهام. الفريق الفني المساعد من محللين بيانات لمساعدين فنيين، هم فعليا جزء كبير من عمل المدرب، مش المدرب لوحده، ما في حدا بيقدر يدرب لوحده وينجح. مورينيو عمل تغيير كبير، ومورينيو اصلا اللي هو بالنسبة للناس انتهى وما عاد مدرب، هو اللي فاز على غوارديولا وفاز على سولشاير 6-1 وهزم مدربين كبار بالفترة الأخيرة، يعني هذا مردود عليه. أنا بالنسبة إلي أكثر شيء فقده مورينيو هو كاريزما مورينيو، تحفيز مورينيو. ومن وين بدأت القصة؟ بدأت القصة بالضبط في ريال مدريد، بدأت القصة لما راح وغامر بمسيرته كلها وواجه أقوى فريق بالتاريخ برشلونة مع غوارديولا ميسي تشافي إنييستا وعد أسماء قد ما بدك، ورغم ذلك في الموسم الثالث شهد انقلاب غريب داخلي من اللاعبين وخارجي من الإعلام، وانتهت في الأمور بالخروج مجروح بوجه الناس ما بتنزل حزن اللي كان فيه. ولما راعى تشيلسي طلع بالتصريح الشهير أنا راجع لمكان ألقى فيه الحب، ولكن ما لقي فيه الحب ولقي فيه الغدر في الموسم الثالث اللي كاد ينهي مسيرته تماما لو هبط مع تشيلسي. مورينيو نظر لكرة القدم بشكل مختلف. زمان صرح لكازياس وقال له كرة القدم كالحرب وانت كأنه في حرب بفيتنام وانت لما تخوننا انا ممكن اطخك والكلام هذا، لكن مورينيو ما عاد شايفها هيك، شافها وظيفة، بعمل اللي علي، بقول للعيب اللي علي، واللي عملوه عملوه، ما عملوه شو اعمل، خسروا بنقال باخذ تعويضي. مورينيو تغيرت نظرته لتدريب كرة القدم بشكل صريح وواضح. مورينيو ما عاد الشخص اللي يدافع عن لاعبيه مستحيل ينتقدهم. مورينيو اصبح ينتقد النادي اللي بيدربه بشكل تصريح شهير على مانشستر يونايتد انه ما عندهم ارث اوروبي. I sit in this chair twice in the Champions League and I knock out Man United at home at Old Trafford. So I don't think is something new for the وينتقد اللاعبين اللي معاه فازوا او خسروا، ما عاد الرجل اللي يلمع لعيبته. مورينيو اليوم ما خرج منه تصريح لما راح على الانتر، قال لهم جوليو سيزار احسن حارس في العالم، فقالوا له استنى وين رايح، انت قبل سنه قلت بيتر تشيك احسن حارس في العالم، قال لهم لا انا احسن حارس في العالم هو حارس فريقي، واحسن مدافع بالعالم هو مدافع فريقي، واحسن لاعب وسط في العالم هو لاعب وسط فريقي، واحسن مهاجم في العالم هو مهاجم فريقي. مورينيو تغير كثير، ما عاد نفس الشخص، ما عاد الرجل اللي قال عنه شنايدر مستعد ان اموت من اجل مورينيو، او اللي قال عنه كارفاليو ساتي سباحه من اجل مورينيو. ممكن تأثير العمر؟ ما أعتقد، بس أعتقد الأكثر إنه جرح ريال مدريد غير كثير بشخصية مورينيو. بس وقفوا، القصة ما انتهت لهون. مورينيو عنده فرصة يستعيد هذا الشغف، يستعيد فكرة أنا نجحت، يستعيد فكرة أنا عملت شيء للجماهير والجماهير قدرته، اللي هو لو حقق أحد ألقاب الكؤوس مع توتنهام وخلاهم يتصوروا بعد 13 سنة صورة فيها كأس، لما يشوف يروع البيت ويشوف التعليقات ويشوف الناس شو بتحكي له، حيقول مورينيو لا كرة القدم بزنس صح، بس مش بزنس 100%، لازم يرجع شيء من مورينيو. فاللحظة الحاسمة بالنسبة إلي لأعرف إنه لازم ندور على مدرب ثاني نحبه ونشجعه ونلحق وراه، وأنا كتبت عنه كتاب حتى وأكتب عن واحد غيره، هي لحظة إنه حيجيب كأس ولا لا مع توتنهام هذا الموسم. لو جابه أنا عندي قناعة شخصية حنشوف مورينيو مختلف الموسم الجاي، ولو ما جابه حكون كثير حزين، لأني داخليا ربما أعتقد إنه مورينيو لازم ياخذ مسار شوي على جنب نحو الكرة الدولية، وأتمنى ألا يحدث ذلك. هذه باختصار قصة جوزيه مورينيو. اشتركوا بالقناة، اتركوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.